أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، زي ما احنا متعودين كل يوم بنقدم لكم نموذج صديقة جميلة من زاوية، بنوضح لكم الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها وازاي بقوة إرادتها وعزمتها قدرت تتغلب عليها. صديقتنا الجميلة اللي هي بدر في أحد الصعوبات، صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ثقاياها بالكامل وإرادة قوية. تتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة، تعيش حياتها وتمارس أعمالها اليومية وتواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار على تخطيها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على قادرين على مواجهة كل التحديات.